السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة المجلس العلمي. من آلاف طلبات الاشتراك، تسعة فقط سيدخلون مختبر نجوم العلوم. المواجهات مع لجنة التحكيم انتهت بوصول 21 مشتركا فقط. داخل المجلس نقاشات سرية وتقييم دقيق، وفي الخارج أجواء المشتركين مشحونة بالخوف والقلق. مختبر الموسم العاشر سينطلق ليضيف إلى قائمة الإبداع العربي ابتكارات جديدة. لا مزيد من الانتظار، فالانتظار يضاعف التوتر. عودة الآن سريعة إلى الحلقات السابقة قبل الدخول في متاهات المجلس العلمي. التصفيات الأولى لمئات المشتركين انتهت. أفكار لا تعد ولا تحصى في الطب والطاقة وتكنولوجيا الاتصالات مرت مرور الكرام. تلعب معايا انت ولا ايش اسمك؟ انا لي جاي هنا. هلا مع السلامة. احنا ندور ندور في العلوم اني اتعلم اي رياضة بنفس السوق. الستيتمنت دي خسرتني خالص. ما معقول السنة ما مروح على الانترنت. ومشاريع تبشر بمستقبل واعد تأهلت للمجلس العلمي. مبروك. أرجع إلى دعمي للنساء في العلوم. مرسي. بتطلع على المجلس لشوف بقى كيف أنا وفؤاد وخالد هنقدر إن إحنا نوصل لأفضل 9 مخترعين عرب في السيزن العاشر. ما شاء الله. كله فرزنان مبروك. هودي الشباب هني مستقبل المنطقة العربية، أنا فخور جدا فيهم، مؤمن بطاقتهم. 21 مشتركاً اجتازوا الصعاب الأولى، وبقي لتحقيق الحلم امتحان أخير، تصويت اللجنة اليوم. حرب النجوم مستمرة، والمشتركون يغزون الموسم العاشر، والمقاعد محدودة، 9 فقط. لجنة التحكيم هنا، فهي أمام مهمة أخيرة، تشريح جديد للمشاريع. مين اللي ممكن ينجح أكثر باختراعه؟ مين اللي أقرب يخدم البشرية ويؤدي مهام بالسوق؟ اليوم يوم حاسم. وصول اللجنة ضاعف التوتر عند المشتركين. أنا من أسبوع ما نمت، في توتر طبعاً مو سهل يعني. عايشين على أعصابنا يعني هلا. اليوم عالم رح تطلع عم تبكي، عالم رح تطلع عم تضحك. الجلسة بدأت، وعلى هذه الطاولة تنطلق نقاشات مصيرية، وفي الخارج تعلى صلوات الأمل للانضمام إلى فريق نجوم الموسم العاشر. دقت ساعة الحقيقة، نقاشات اللجنة ستبدأ مع المتأهلين في مجال الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. لجنة التحكيم ستحدد خياراتها الآن، والنتائج تقرر مصير المشتركين. المعايير عنده اختراع علمي، في شيء مثله قبل ولا لا، وقررين نعمله ببرنامج جمله. ما بيهمنيش معاه اي مؤهلات، المهم انه يكون عنده تحدي علمي بتغلب عليه لمشكله حقيقيه. هل الاختراع هذا مميز ويعتبر قفزه في العلم بحيث ان احنا ننتج شيء ياثر في العالم؟ في عندنا 21 متاهل مثل ما بنقول كل سنه، لو الورك شوب بساعه 21 كنا اخذنا ال 21، بس بدنا نحجز فقط 9 وعمليه نسبيه. هلا هني بهاليومين بصراحه قدموا لنا خطه عملهم. رح نبلش بالاي سي تي، وفي عنا 6 متاهلين. توني نجاح. قال لك راود شو بات هول. يعني جوار الطريق ومطبات السرعه. وهي ديتكتس ذا بام، وبعدين هو نفسه بالسياره ما في انه يعمل براير ديتكشن. انا انبسطت فيه انه اقتبس اللي اقترحناه عليه. كان هو جاي بجهاز ما له علاقه بالتليفون، وهلا الفايل اللي قدمه خفي الجهاز وصار كله مبني على التليفون وابلكيشن بالتليفون. نحن اليوم بحلقه المجلس وكثير محمس وبذات الوقت، بس كثير خايف، كثير على بالي انقبل وكفي بمشروعي. صادق شوشان. درون هو يلبس جهاز وكذا، وممكن هو يتكلم مع ناس في مباني فيها حريقه وكذا، ويتكلم معاهم يعني للارشاد.
هو كان يبي يشوف الحمية كيف، فالفرد اللي استخدمه في المثال ماله امرأة عجوز في البناية، بحيث إنه يعني يجذبنا إن إحنا يعني نحس قدم بناية هلا بتحترق، وفي مرأة ختيارة يعني بالطابق العشرين عشان هي خايفة من النار، يعني بدأ تتحالم الشباك. ليش تأخذ مثل مرأة الختيارة؟ عشان أجذب يعني تعاطف المشاهد. والله لو كانت واحدة شابة كان ممكن أكتر يعني تجذب تعاطف المشاهد. صح كده؟ فكر يعني. فهو أكيد عنده خبرة في كيف يجذب انتباه الناس. أنا شايفة أن أثرت عليك بطريقة طرحك وأنك بتذكر القصة هي، أثرت عليك نجحت. أنت أديته يس؟ هاته نجح؟ لا لا أنا أنت صحيح بالآي سي تي كنت دكتور نو في إيه. أنت قايل له دكتور نو يوم إذا كنت أول يوم بالآي سي تي كله كنت دكتور نو. الدكتور خالد كان الرقم الأصعب في التصفيات، يعطيك أشرف، واستحق لقب الدكتور نو. دكتور نو نو دكتور نو دكتور نو كله لا 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 كله لا. صرامته تركت تأثيرا متباينا لدى المشتركين، فهناك الضحية. هو دكتور خالد اللي كان عنيف شوية معايا في الانترفيو. والفخورة. أيوة لو بدنا نصوت احنا خلص جاهزين. لا 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 انا بدي اسأل بس صوت هاي ثلاثة ياس يعني ثلاثة ياس. برافو. والمعجبة. وأنا كل طموح إني ألاقي استحسان دكتور خالد، أتمنى إني أكون في الملف اللي قدمته إني لقيت استحسان، أتمنى إني أحصل ثقته وأحصل صوته. نو. روضة القبيسي. أو بتذكرها كثير منيح لأنه كانت فعلاً ماهرة بالتسويق وبالعلاقات العامة. ويام. وهي اختصاصها. وهي اختصاصها علاقات دولية كان علاقات عامة حاجة كده يعني. فعلاً روضة ماهرة في العلاقات العامة ولها أسلوب خاص في كسب محبة الناس. بثكم حلو من قطر، شايكم تجربونه؟ وبالعادة يكون حار بس هالمرة بارد. وهاي طبعاً يسمونها خبيصة بالطحينة والتمر والمكسرات، بالعادة ناكلها حارة ويكون فيها الزيت عالي، بس في واحدة من القطريات تعرف تسويه بارد. طعمها طيب ما شاء الله. شكرا. ذوقهم شكرا طيب. رهيبه. كثير طيبه. Very nice. داخل واحده قطعتين. شكرا. عجبتني كثير. شو اسمها هي؟ خبيصه. خبيصه. واليوم ان شاء الله ما تكون خبيصه. ان شاء الله لما نجي على قطر يعني وناكل خبيصه. ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا. تسلمي يا بنتي. آخر سؤال من إلا، شو هي نقاط القوة اللي أنت بتحبي تميزي حالك عن الغير وبتقولي أني جاهزي؟ لك شو مجاوبة صريحة كتير، قالت أهم نقطة قوة عندي إياها هي الشخصية ونقطة نقطة. إيه بقى أنتو فهمكن كفاية. أنا بقول هي بدها تجي إذا أجد بدها تشغل شي عشرة حوالي بدها تصير مانجر يعني. اللحظة اللي أنا منتظرتها اليوم إن شاء الله أني أكون مع التسعة المختارين يا رب. سيليا خشني. هذه سيليا كان مهم بالنسبة لها مشكلة الدرونز، وهي تسجل بالكاميرات يعتدي على خاصية الناس في بيوتهم وكذا وهذا. هي قالت ليش ما احنا نخترع طريقة بحيث انه نطفي جهاز الكاميرا من داخل الدرون ونمسح الميموري اللي موجود فيه. انا بقول هيدي من الدقيقة اللي تعرفت علينا لهلا ما انا نايمة، لانه حاطة خطة عمل مع تفاصيل. يعني أنا بدي ثلاثة أيام تقرأ هذا الفايل. أنا جاهزة وأنا مستعدة. حان الوقت إنه نبلغهم شو هو الخيار يلي اللجنة اعتمد. مين من الستة اللي حيتخول؟ ومين بده يبلغهم؟ سو بما أنك على طول كنت دكتور نو، بدي أشوف إذا أنت غيرت رأيك ولا لا. كبرك حط عينك بعينه وتقول له انا كنت ضدك انا كنت ضدك وهلا بتفوت انه بدك تفوت. شو بقول لهم؟ بين من خطه العمل. اولا اخذوا في الاعتبار كل اللي احنا قلنا لهم اياه. اوكي هاي شيء، فهاي مهم. شافوا ايش اللي ناقص وكذا وحطوا خطه عمل، فهذا مهم. انا احب اروح معك لاحميك، لانه في بعض الاشخاص اللي حتقول لهم نوع عن جديد. انا راح احميك منهم. شو رأيك؟ ممتاز. جاهز؟ جاهز. تفضل. يلا. راح أحميك من هون. من هون. خلك جنبي.
الله يستر. للأسف في القسم منهم رح بلغهم إنه بهذا الموسم ما رح يفوتوا على ورشة نجوم العلوم، بس حابب شد على إيدهم وأقول لهم اعتبروا هذا محفز تتكفوا أفكاركم واختراعكم وابتكاركم خارج الورشة. هيدي ساعة الحسم وأنتوا بمجال الاي سي تي يعني المعلوماتية وبركن معلومات. أنا المعلومات صارت معي ومعي طلع من حظي طلع في 3 أشخاص أنا رح أحكي معهم. في عندي طوني من لبنان، صادق من تونس، وعندي حسن من مصر. تمام. طيب أول شيء المطبات بحياتنا كثيرة ومهم نعرف المطبات والجوهر الممكن ننزل فيها، بس الأهم هو الصعود من الحفرة. طوني أنت بحفرة وبدك تطلع منها، بدك تطلع من خارج برنامج نجوم العلوم. للأسف ما في لك محل بهذا الموسم. حطوني بجورة، بس يعني صراحة أنا بوعدهم أنه بدي أقدم على سيزن اللي بعدها ورح طلع حالي من هالجورة. أنت وطالع من هالحفرة بدك خريطة، خريطة حسن الورقية، والخبراء لقيوا مع كل التحليل أنه بالموسم العاشر هذه الخريطة ما لها محل للأسف. وبيبقى معي الصادق، طيارة بدون طيار بده يحدد لها المسار، وتحديد المسار لهذه الطيارة بدون طيار حدد مسار لصادق خارج برنامج نجوم العلوم. بس بدي اياكم تكفوا خارج برنامج نجوم العلوم. بتمنى اللي صار معكم هون هو محفز، والمستقبل الله راد واعد. ما بعرف شو معه دكتور خالد زميلي، بتمنى يكون في معك حدا ايجابي من هالمجموعه ان شاء الله. مع ان قوانين البرنامج ما تجبرنا ان احنا نختار كميه معينه من كل الاي سي تي والباي ميديكال، فممكن ما في كوتا يعني ما في كوتا، يمكن ما حد منكم اليوم حاليا في هذا المبنى في ضخم كثير من الاسترس. اصدقائنا موجودين هناك ما نعرف من قبل من ما نقبل، احنا صرنا في استرس اكثر منهم. اولا احييكم واقول لكم يعني انتم قطعتوا مرحله وشوط كبير. روضه. نعم دكتور خالد. اهلا وسهلا بك. روضه مزهره بالشمس. هي عندها تخصصها في المؤتمرات وهذا، وجابت موضوع مهم. وانا اذا تتذكرين انا ما كنت مقتنع من الفكره. صح. ولكن اثناء حوار المجلس في منكم من اخذ في الاعتبار اللي احنا تكلمنا عنه في التصفيات وطور التفكير وعرف وين النقص ووصل الى مرحله. احييك يا روضه واقول لك مبروك. انت الحين تاهلت الى المرحله الثانيه. شكرا شكرا دكتور. دكتور خالد اني القى صوته يعني داعم لمشروعي، هاي شيء كثير يعني لي. اذا سمحتوا لي دكتور خالد انا اشكرك بالفعل، انت كنت الصوت اللي اتمنى اني الاقي استحسانه بعد التعقيب الاخير في المرحله الاولى. واخيرا اخذت صوتك. اخذت الصوت. شكرا دكتور. الله يسلمك. مبروك مبروك. الله يسلمك. عندي ايفنت، تروحين على الكرسي تسوين السكان، اول ما يقرا الباركود ويفتح، لكن اذا كان ايرور وهذا الكرسي مش كرسيك ما راح يفتح، ويحفظ الكرسي نفسه لليوزر المناسب له. بكل الحفلات اللي فيها كبار الشخصيات في بروتوكول واتيكيت معين لازم نتبعه. في يقول انه اكبر تحدي بيواجه كل الايفنت اورجنايزرز هو الفي اي بي سيتنج. If we look at protocol, it's a very rigid thing. It's not something we have the influence or the authority to change around. So if the wrong person would end up in the wrong seat, it might be an issue. And how we usually do the designation of names per seat is that we print name cards that are attached to the right chair or the right seat to indicate that this person is sitting in this place. في كتير اشياء بتتغير اخر دقيقه، كبار الشخصيات بيرجعوا بيتغيروا، بيبعتوا ممثلين عنهم محل ما مقعدينه، يمكن الشخص اللي حده يكون فيه بيناتهم attention. بده يكون في عنا سرعه البديهه لنقدر نعالج هيدا الموضوع على الارض
لأنه ما فينا نتحكم بالكراسي، ما فينا نتحكم بالعالم اللي بتجي تلقائياً منا ومن حالها وبتقعد على الكراسي اللي منا أسايند لإلها من الأساس. بقى هيدا هلأ تشالنج عم نتعايش معه، وأكثرية المنظمين الحفلات بيعينوا من هيدا الشغلة. في حلقة تانية من مجموعة الـ ICT فايت على الموسم العاشر بيبين الحين عندنا سيليا وعندنا خالد، نشوف بينهم إيش رأيك؟ تعتقد أنت تستاهل ولا سيليا تستاهل؟ الله يوفق اللي يستاهل، كلياتهم يستاهل نكون سوا إن شاء الله. أوكي. إيش رأيك يا سيليا؟ تعتقد هو يستاهل وأنت تستاهلين؟ لا يوفق اللي يستاهل. أو شوف السياسيين هاي من وين تعلمون شو اسمه؟ ها؟ أجوبة يعني. نحن صرنا عائلة واحدة هون. لكم مستقبل في شو اسمه في السياسة. لسوء الحظ يا خالد ما لك فرصة معنا في هذا الموسم. وأقول لك مبروك يا سيليا. مبروك يا سيليا. ميحة. والله أستاذ اليوم الأول لم أقنعك، وإن شاء الله سيكون لي الفرصة أن أقنعك. صحيح، أنا ما اقتنعت في اليوم الأول. صحيح فعلا. الاختراع هو جهاز يقوم بحجب تصوير الملكيات الخاصة عبر طائرات بدون طيار للاستعمال الهاوي. هواية الطائرات تحكم عن بعد، هذه الهواية من 1920. بالنسبة للدرون هذه حاجة جديدة طلعت على العالم، حتى القوانين لحد الآن مش مكتملة. بس دخل الجي بي اس على الدرون تحولت الدرون لوحش العالم كله يبيها، من صغار كبار، استخدمت في جميع المجالات، في التصوير، في التلفزيونات. كل محاسن وفوائد الدرون عمال بتغط عليها موضوع الخصوصية ناحية التصوير، يعني أماكن مش مفروض يتصور فيها. لا أنا بأرضى أنك أنت تيجي تصور فوق بيتي، ولا الشخص الآخر بيرضى أن حد يصور بيته أو ممتلكاته. فالخصوصية طبعاً حاجة مهمة جداً. حرب الخصوصية لها طبعاً عدة طرق، لذلك وجود طريقة تعمل soft jamming للدرونز تحميك عن شخصياً، بحيث أن يشوش على الطائرة أن تدخل مجال غير مرغوب فيه أو تقطع الفيديو ترانسميتر. طبعاً حاجة جداً جداً حلوة، وأنا أول الناس من اللي بيحاول أمتلكها وأشتريها. وهيدي مجموعة الـ ICT فيها صبايا اثنين واثنينهم فاتوا، شو يعني؟ ما شاء الله. الصبايا يغلبوا الشباب؟ أنا بدي أسلم على الشباب قبل الصبايا. مصر. شكراً. مبروك. مصر. شكراً. مبروك. شكراً أستاذ. مبروك. شكراً دكتور خالد. شكراً. يعافيك يا رب. الصبايا كذبوا، يعني ما شاء الله عليهم. صدر قرار اللجنة إذن، وستدخل روضة ومعها سيليا إلى المختبر. ألف مبروك، انطلاق رائع لفتيات نجوم العلوم. أما باقي المشتركين في الحوسبة والتكنولوجيا المعلومات فللأسف سيغادرون البرنامج نهائيا. اجتماع المجلس العلمي مستمر بعد الفاصل. بكم وتحية لمتابعينا عبر موقع البرنامج ووسائل التواصل الاجتماعي. على جدول أعمال المجلس العلمي اختيار المبتكرين في المجموعة الثانية، مجموعة الصحة والطب الحيوي التي سجلت عبر تاريخ البرنامج أكبر عدد من المتأهلين. مصير 10 مشتركين بين يدي اللجنة. النقاشات تبدأ الآن. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شفت ردة الفعل كيف؟ تأخرتوا يعني. شو بك؟ نمت هذاك. أنا خفيت. أنا بلغت البايوميديكال بالريزلت وخفيت. لا ما بصير. تأخرتوا عمل إيه؟ تفضل يا خي، نحن عندنا خيار. شو هالحكي؟ كيف؟ تفضل تفضل. يعني مع احترام للدكتور يعني، بس لازم يعني يعني محترمين اختصاصك بس ما فيك تصوت عنا. صحيح؟ إيه. خلص نصوت تاني. صوت تاني. أوكي بعطيكم فرصة. تفضل. أنت الموضوع تم يعني بنجاح؟ شيء ما كانش في أي ثورة، ما كانش في لا 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 لا. حبوه كثير. انا كنت
على اساس بدي احميه طلع انه ما في الا بدهم يعبطوه. شوف كيف اصبحت انا دكتور أوكي. نايس يعني الله وكيلك ما في ما شاء الله يعني خلاص يعني شعبيه تغيرت غير الاحوال. انا ما كنت اعرف يعني لو اعرف هيك كان اعطينا يس. هلا صورته تحسنت شوي أوكي. بصراحه اوكي الحمد لله الحمد لله. لا انا صورتي السنه دي متحسنه كثير يعني انه هذا برايك. انا شفت بعض الجماهير برا ما تحاولش ما تحاولش اوكي طيب انا شوف. انا يعني سيزون 9 عملت نداء للسيدات ليديز ان ساينس نعم ولبوا النداء فانا صورتي اكيد بتحسن. هلا طلعت انت مع ليديز فور ساينس وانا والدكتور خالد ضد يعني انا قلت ضد ليه يعني اللي عروسه بطحه بحس عليها في بطحه ثابت يعني ات واز نوت ذات سمول انا المطر ما بيزبط هون. طيب عندنا بايوميديكال كم واحد عندنا بايوميديكال تاهلوا يا دكتور؟ ثينك 10 مش طبيعي يا زلمه شو طول بسم بالله انا راح يعني خلص مش قادر. هو اليوم يوم مصيري يا ان احنا نكون داخل نقوم العلوم او خارج نقوم العلوم. بدنا نعرف النتيجه. متوترين وعاطلين الهام كورس متوترين فرصه عمر التجربه ما لها سهله ابدا في تنافس كثير عالي الجو مشحون بشكل مش طبيعي يعني. ساعات الانتظار طويله التوتر سيد الموقف وظواهره متعددة أحاديث علمية هذا البرنامج تبعك أنت اللي كتبت طبعا البرنامج دردشات خفيفة كان دول أوروبية والحياة برا والعب العربي تغيير الموضوع تماما عشان واحد تنفيس عن الضغط النفسي تمارين للتأمل يوغا سيشن جوع وفن الطهي من وين جبت الملوخية؟ في موجودة لا ملك مش عارف شو مناقيش ولا لا أكيد في كبة سورية وضحك دون سبب ريل فرج عاملين قاعده وبنضحك وبننسى الوقت ننسى شويه ستريس. عمر الجبري اكزوسكلتن حق ريهابليتيشن واحنا عطينا كل اخضر ثلاثه يس هذا اللي صوته ما عاد يطلع اختفى صوته ايوه اختراعي نقاط القوه فيه اني انا عملت بروتوتايب الجهاز ما موجود في مكان ثاني لا تفاصيل كثير وشهادات تقدير كله شهادات تقدير يحبوها هاي الشهادات من اول الطفل المثالي والطالب المثالي للمخترع المثالي ايه ثم هل حيكون النجم المثالي ما بعرف احمد زحلان هذا اللي كان جاب لنا اكل وسالنا سؤال هو فكره في جلوتين ايه هل هذا في جلوتين ولا لا هذا اللي اعطانا الشوكولاته ايوه اللي اعطانا الكعك هيدا كشف الجلوتين ايوه نقاط القوه تبعه وشخصيته وطموح ولا يعرف الاستسلام لا ستريس وجعان وكثير اشياء بس ستريس اكثر بس كمان هو اصغر مشارك يمكن اليوم لاحظته هو حاطط لنا اياها ملاحظه بالفايل هو قال انا اصغر واحد قارن حاله مع كل اللي تاهلوا قال انا اصغر واحد ما بكون تشجعوا الشباب الصغار وتعطوا مؤشر للشباب مش قادر اصبر مش قادر اصبر الستريس كثير المشكله انه الستريس قاعد بزيد يعني اكثر من فتره الزواج صعبه والله صعبه مصطفى عبد الفتاح هذه عجبتك انت لان انت خايف من ابره شو اسمه طبيب الاسنان هذا طبيب بس خوفك هو جاب الابره بطريقه وانت قلت له يعني خليك بعيد والله انا اكتشفت فيك اشياء كثير فؤاد السيزون 10 يو ار سنسيتيف يو ار سنسيتيف بيرسون ثانك يو بتخاف من الابره احمر وجهي يعني بتخاف من الابره وبيريحك كثير نفسيا الضوء مش بس بيريحني نفسيا بحب الاضواء نشوف انه شو الاثر النفسي علي اذا طلعت على هيك ولا بدون هيدي القميص انا بخاف من الابره هيك يا خيي شو بدك بفزع من الابره وبحب الاضواء وبحب السجاد الاحمر كمان ليه وانت اعطيته ابتسامه اكيد اعرف هو الدكتور فؤاد يحب الضوء فكثير في الصور كذا في ضوء بالضبط ومكتوب مكتوب بالخط خط هيك حلو لعب على سايكولوجيا ايوه يعني. هلا انتم برايكم كله هذا تاثر على نفسيتي بالضبط انا صوت من ثلاثه ما له شيء فيكم هسه تغلبوني على كل حال انا ما راح اسالكم شو راح تصوتوا له
بس بتمنى تكونوا حساسين بالموضوع وتكونوا أكيد. شوي هيك يعني سنسيتيف لحاجات وغير. اذا انتم ما بتفزعوا من الابره في غيركم بيفزع من الابره، ما تتجاهلوا حاجات الناس. انت بتفزع من الابره وهذا الموضوع كثير يعني ريسنت بذاكرتك. انا شايف انك انت مبسوط انه انا بفزع من الابره، لذلك بدك تجيب كل شيء في ابر وانت ضد الاختراع لانه بيريحني، بس انا ماني عارف ليش انت ضد كل اختراع بيريحني. لا 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 انا بدي اريحك ازاي؟ في اجنده. لا ولو 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 بتمنى بتمنى هلا انا على كل حال في اجنده. في اجنده عندي اجنده خارجيه. انا حاس شيء. ساره غبش تفضل. برضو اكزوسكيلتون. اوه ملف ملفلف هذا، بدل ما 10 اسئله مستعد تجاوب 20. هيدا بسؤال واحد اخذت اربع خمس صفحات يعني. صحيح. عندها خطه كثير واضحه وعندها ريفرنسز. انا الحقيقه البنت كانت عجباني كثير، يعني مخها مترتب وفاهمه ودارسه ونشره بيبر. This is an achievement. نوصل هون is an achievement no matter what happens today. وان شاء الله I hope this season يكون the winner is a feminine, is a female. للآن حجز مقعدان فقط وللفتيات. 9 season كلها شباب يعني. Let's do it. ان شاء الله يكسر بنات كلنا بالفرقة. ان شاء الله يا رب. تركنا مقعدين للشباب. منيح اثنين لإلهم، احنا سبع بنات. المعنويات والطموحات اصبحت عالية، والعنصر النسائي يطمع بانتزاع كافة المقاعد. نحن لازم يكون سيزن اصلا كله صبايا. اكيد لازم يعملوا سيزن بس صبايا تيشوفوا قدراتنا. الفتيات يحلمن باكتساح البرنامج، والشباب في خطر. اكيد اكيد بيخوفوا كثير. جدا. داخلين بتشالنج عالي جدا يعني. مرتاحين مرتاحين كثير اكثر مننا، مشاركين في كل حاجه ما شاء الله عليهم يعني. في عنصر نسائي هيكون في مربع الذهب السنه دي. قمر الطراوني. الكف الذكي يعني لائحه مفاتيح تبع الكمبيوتر محطوطه كلها على الكف وبطريقه لاسلكيه. صح. بصير تتحكم ويكتب فيها. هلا اكيد مكفوفين بيستعملوها، في غيرهم بيستعملوها. شوف شو هي اول وحده حصلت ابتسامات من احنا ثلاثه. اول وحده اول وحده وبعدين اذا بضل اخذ ابتسامات من بعد كل اللي تعرفنا عليهم. هلا الجهتين حكون مبسوطه اذا كملت في مشروعي، وراح تكون فرصه كثير كبيره لإلي. واذا ما انقبلت في عندي بنتين في الاردن عم بيستنوني، فانا راجع على بناتي يعني. مش هاين علي اتركهم هاي الفتره الكبيره. نور مجبور. باركنسون. ايوه. I have developed novel antibodies to develop diagnostic test اللي هي يعني اداه تشخيص لمرض باركنسون، مرض الشلل الرعاشي. هل نجوم العلوم هو الاليه لهالمشروع البحثي؟ لمخرجات هذا البحث؟ بتصور النقطة الأساسية اللي ممكن تكون اللجنة يعني نقطة خلاف بيناتهم اللي هي الفيزيبيليتي، إنه إمكانية فعلا تحقيق هالفكرة خلال 3 أشهر أو لا. نجوم العلوم مركز الاختراع، نحن قادرين نساعدها لنور، منشوف شو تصويتها. وليد البنا. هذا طبيب مخ وأعصاب ابتكر طريقة جديدة بالنظر لقاع العين للشبكية، إنه بيعرف بيها إذا كان في هذا التغير بدأ يصير ولا لا. بيقول أنا مبرمج. أيوة. وهاردوير مع أربين وسي لانجويج. هذا كان أيوة. آخر سؤال. طبيب ماكرو كودينج، ماتلاب، نمبرز، إكسل، ويب ديزاين، آخر شيء. يعني ما عنده وقت يعرف كل هودي. هذا الطبيب البارع الماهر في مهنته. هذا كل شيء يسوي. أنا بتفق معك دكتور فؤاد، بس أحب أقول لك إنه يعني نص الأطباء. أنت مش واحد منهم. أنت بتقبلهمش. انت ما بتقبلهمش هذا الاطباء. بس نحن لا جديا بدي اقول شغله. هذا الزلمه طبيب فلسطيني ماهر عايش بالمانيا، يشتغل مع مجموعه بحث طبيه، مجموعه قاعده بميديكال سنتر كبير. هو قائدهم قائدهم وقائدهم وعم يشتغل. هل نحن وصلنا لدرجه انا بعرف اللي بيكون مخترع شغله من هالنوع نوفل وكرييتيف بالدول العربيه بيروح بيصنعها بالمانيا؟ صحيح. هل نحن صرنا عم نجيب من يبتكر ويخترع بألمانيا أنه صنع بقطر؟ شوف جاذبية، شوف جاذبية البرنامج. 10 سنوات أصبح هذا منصة يعني تجذب الحين المتقدمين، مستواهم ارتفع كثير. يعني ما بدنا نصدق كثير أنه صرنا نحن منافسين لألمانيا صناعياً أكيد، بس هيدا مثل واعد أنه في عنا دور بالدول العربية نكون منافسين مع الدول الصناعية
وتسارع التكنولوجيات عم تسمح للجميع للمنافسة من دول صغيرة والكبيرة والغنية والفقيرة، ما بقى في تمييز. صح، كانت فكرتي كثير قوية، إلها دخل في مجالي، عملت عليها بحوثات إلى آخره، لكن يمكن الإمكانيات ما بتوافق مع الفكرة تبعتي، إنه الواحد يخلصها بثلاث شهور. بعض المشتركين تأهلوا وآخرون سيغادرون. جينا هون كومبيتيتورز، بعدين صرنا أصحاب، على عشية صرنا أخوان. من كافة الدول العربية بنيت صداقات ودية، والفراق صعب. يزعل لما في أشخاص بدها تفل، بس يعني لازم نضل عيلة أكيد. نعم. يعني كل واحد حيروح نزعل عليه والله العظيم، كان أنا أو غيري. من داخلي ومن الصبح فيني ألم العلاقة الوطيدة اللي بيني وبين أصدقائي من المجموعة اللي التقيت فيهم هني الرائعة. فزنا بصداقتهم، فزنا معرفتهم، تعرفنا على من كل دولة أكثر من شخص، وإن شاء الله نكون كنا فايزين. يعني عشرة بايوميديكال استعرضناهم، وفي عندك خيار مين بدك يساعدك في تبليغ المشتركين برا. في عندك دكتور خالد على يمينك، وفي عندك محسوبك على شمالك. هو ساعدني. مين بدك يساعدك؟ هو ساعدني. رح نترك لك الخيار. أنا أخذك معي لسبب، إن أنا عايز أتسمع منك وأنت تبلغ الدكتور وليد. نعم. بالذات وتقعد تشعر في قدراته الهندسية والبرمجية، وحعطيك فرصة كمان لتمارس هوايتك المفضلة، وهي إن أنت يعني تهاجمني تقول ما بيفهم غير بالطب. فأنا حعطيك هذه الفرصة، إن أنا أحب إن أنا دايماً أكون يعني تكون أنت هيك مبسوط ومرتاح. إن شاء الله ما بكون إلا على قد توقعاتك وبدعمك. فأخذك معي. شكراً. أوكي. تفضل. تفضل. انت معك ورقه، انا معي ايباد، فانت قاعد تقول الاطباء ولا انا معي الايباد وانت معك ورقه. يلا. صحيح. هيدا الوقت الستريس بزيد والمبنى بيخوف. قرار المجلس اصبح جاهزا والكل يريد ان يعرف ما حل به. أما النتائج فبعد استراحة قصيرة تتابعونا فيها عبر موقع البرنامج وصفحات التواصل الاجتماعي. فاصل ونواصل. حياكم الله. اللجنة صوتت واختارت الأفضل في مجموعة الصحة والطب الحيوي، من سيبقى ومن سيغادر؟ نشوف. هيكون صعب علي دلوقتي إن أنا ببلغ مجموعة البايوميديكال مين فيهم اللي وصل لورشة العمل ومين اللي محتاج يرجع على بلده، بس أنا متأكد إن وجودهم مع بعض الفترة اللي فاتت دي ولدت صداقات ما بينهم مش هتنتهي بالبرنامج، وهتكمل بعد البرنامج، وأنا متأكد إن هم هيضلوا على اتصال لمدة طويلة جدا بعد البرنامج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كثير متوترة لأنه عددنا كبير، نحن 10 يعني. 10 ما شاء الله. بنقول في مصر إيه؟ مين بيعرف يقول إيه في مصر على 10؟ لازم يكون المصري، في حدا مصري هون؟ لا مفيش حدا مصري، بس ما حدش بيعرف 10 في عين العدو. أيوه. لا أنا نمرة 5. أكيد مش أنا. لا لا لا. أنت صديق. تسلم تسلم. وأكيد إنه المستوى كان عالي فعلاً ومتقارب جداً. بحب أقول لكم كلكم فايزين، مش أي كلام. هنبدأ بمجموعة. وليه البنات واقفين ورا يعني إنه؟ ما فرحانين بيهم عشان أطول. ما شاء الله ما شاء الله. تنوم تنوم. هنشوف إذا كانوا أطول بس ولا أطول وأقوى. أيوة. هطلب من عبد الله وسارة وزياد. زياد بعتذر منك. او نعم، نيجي لسارة وعبد الله. سارة وعبد الله، وبقول لعبد الله مبروك. شكرا معنا.
لنشوف حتجيب لاكتين ولا لا. هذا الاختراع باعتقادي انه مهم جدا، لان الشريحه اللي انا استهدفها هي كل شخص يحب انه يمارس رياضه بطريقه علميه وبطريقه محدده تعطي نتائج فعليا حسب ما العلم يقول. Sport science is something necessary to evaluate and plan training programs. We help people to improve their performances. Blood lactase is an index on how the body is becoming acid. We could have it straight away with just a simple prick from the finger, and we could assess that straight away through our gas analyzers. Unfortunately, those equipment are very expensive, so general people cannot pay such equipment because you could only find them in the lab. فكرة الكلايمينج أو الهيمالايا is a different challenge يعني لألي. If I can do it or not, ما بعرف. أنا ما فيني أعمل هالتاسك اليوم أو ما عندي إيه. بس لعملت هيدا التاسك واحتكيت ببروفيشنالز I was more oriented على التارجت تبعي ووصلني على الهدف اللي بدي إياه. There are millions and millions of people exercising every day out there. So you cannot buy a device which is 35,000 euros to play with on a field. We definitely welcome any new products coming up in the market that could give them really very nice data and motivate them to achieve targets. على المجموعة اللي معي ما بقدروا يعتبروا حالهم محظوظين. مين حابب يكون معي انا مش مجموعة الدكتور زهيري؟ ليك 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 ارفعوا ايدكم، مين بده يكون معي؟ انا. ايوه، انت اسمك احمد من المغرب؟ مبروك يا احمد. يعني لفيت كده وفرح، وبعدين الحلقة بتمر وانا دموعي حابسهم، بيصيروا دموع حمراء. يعني عيني حمراء وفرح ما توصفش. لك ايه شو؟ لا لا ما عندي كلمة أقولها. لأنك اخترت الصحيح، على طول اخترت كل معي بربحك. بشكرك بشكرك كثير. فكرتي بتشتغل على الانفراريد، بتبحث بالبروتين طول موجة بتاع الجلوتين. لو في طول موجة بتاع الجلوتين يبقى في جلوتين بالطبق، لو ما لو ما لقاش ما فيش. I have three children. My middle son, Dexter, he's just turned 7. He has celiac disease. We found out when he was just 3 years old after being really unwell for a good few months. Celiac disease is 100% an official medical complication. There are a lot of people in the world who are undiagnosed celiacs. When you have celiac disease, there's really pronounced symptoms which do make you feel very unwell. Gluten is the primary issue to do with celiac disease. We had to make some lifestyle changes. If Dexter has a party to go to, I speak to the mum and I find out what food they're going to have at the party. So I just make sure that I provide the same foods for him. When we go to a restaurant, it's not worth the risk for us to eat out here. Cooking at home is absolutely fine. فكرة المقهى جات لأن أنا كنت نباتي وكنت حابب إنه يكون في خيار صحي خالي من المنتجات الحيوانية، خالي من الحليب، خالي من مشتقات الأجبان والألبان. نحن كمطعم اليوم موجودين في قطر على أساس إن إحنا نعطي حق الناس خيار، اللي هم اللي عندهم صعوبة إنهم يطلعون برا مع أصحابهم مع الأهل. دائما الناس اللي عندهم gluten free intolerance ما يحبون يطلعون بسبب هذا الموضوع. If there was a machine that we could take out with us to restaurants and so that we could detect gluten, that would be amazing. We'd definitely look at using that. هلا كمان في عندي عمر من عمان. عمر من عمان، انا بحب الروبوتكس كثير، بتعرف هالشيء ولا لا؟ بعرف. اوكي، انا وياك بدنا نعمل كثير روبوتكس و بسلطنة عمان مش بالدوحة. للأسف بدي أعتذر منك. بضل في عندي هون حكيم السنان المفضل مصطفى. ها مصطفى، أنا ما بحب حكيم السنان ولا الأدوات. اخترت تاخذ مصطفى. أنا بدي إياه من الأول، لأنه بتعرفني قديش زقفت لك ومبسوط فيك. متذكر أنا بخاف من الإبرة، بقى أنت شو؟ قمت الخاف من الإبرة لبستها توب حلو ملون عليك وحطيت لها ضوء. فأنا بالنسبة لإلي حبيت كثير هيدا التول، ولكن ببرنامج نجوم العلوم اعتبروا إنه هيدا الشيء منجز عندك. أنا رح ياخذوا منك ورح أروح لعندك على العيادة بعمان
ولكن برنامج نجوم العلوم ما راح يكون هذا الاختلاف. شكرا. يعني بيقول لك انه هذا مش فايز بس حيجي لك على مصطفى. انت ندمان انك بالمجموعه تبعي؟ هيدا نجاح. ليك ده شو مبسوط؟ ليك ده نجاح. ليك 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 ده شو مبسوط؟ لا في يا مصطفى يا عمي. في ستريس وبعدين يقولوا لك انت ربحت بنجوم العلوم يعني موسم العاشر بعد 10 سنين بعد حلم الصغر. انت فايز احساس ملوش مثل، ما عندوش بحاله، ما كانش بحاله كاع. هلا بضل في عندي انا انت لسه بعد عندك. اوكي. ما هي انت انا رفعت ايدك وقلت لك انت معي ولا لا؟ انا حيادية. هي ما رفعت ايدي مع الاثنين. اخر تشويس، بتحب تكوني معي بالمجموعه؟ روحي معي. كون معك. روحي معك. انا عم تعمل سمارت بيبي الكار سيت، سمارت سيت للبيبي. هلا انا هاي المرحله تخرجت منها. اوكي، اشتريت كار سيتس لكل الاعمار. اكيد. اشتريت كم كار سيت بحياتك؟ انا اشتريت بفتكر شيء 15 وحده. 15 ما شاء الله. هلا عندي خمس اولاد بس انت كل اولادك زيك؟ كله قياس كبير. كل اولادك زيك بقى يكبروا بسرعه ويكسروا. يكسر. انا بدي اشوف الاختراع تبعك برنامج نجوم العلوم. تفضلي. مبروك. اوكي. انا اختراعي هو سمارت بيبي سيت، يلي هي تعمل كونكشن مع موبايل اب، وبتقدر تخلي الاهل يضلوا عم بيراقبوا البيبي حتى لو هن مش موجودين معه. When I found out I was pregnant, I was very excited. Then we found out that it was twins, and it was kind of an extra shock. Especially when you think about going in a car. How do I keep an eye on them? How do I know they're happy? How do I know they're not too warm, they're not too cold? And of course, whenever I have to go out of the car, how do I not forget them? استخدام كرسي الأطفال مهم جداً، خصوصاً لما يكون الطفل رضيع. دوري كمثقفة في سدرة للطب إني أوعي الأهالي ونوفر ورش تثقيفية مختصة في كيفية التعامل مع الأطفال الرضع وخصوصاً في السيارة. للأهالي اللي يكون هذا طفلهم الأول تكون فترة صعبة، خصوصاً بالنسبة لاستخدام الكرسي. فلو كان في شيء في التكنولوجيا ممكن إنه يساهم في تشجيع الأهالي لاستخدام الكرسي دائماً كل مرة، أو مثلاً يطمنهم يقدرون يطمنون على الطفل خلال استخدام الكرسي، راح يكون شيء جداً رائع. فضل ثلاثة، مظبوط؟ I am sorry للي بقيوا، رح تضلوا مع الدكتور زهير، مش مجموعة. It's okay. فضل قمر، وليد، و نور. فاكرة اسمك؟ نور. ونور. نور. قمر، وليد، ونور. يعني قد ما الواحد كان واثق من نفسه، الإحساس اللي بيصل للواحد فوق مش طبيعي. بكون خايف، بكون في ستريس هيك، بكون شايف انه هذا طلع، هذا طلع، طب انا وقت ايش رح يجي دوري؟ في شخص واحد حنعتذر منه وشخصين حيعدوا، اوكي؟ نور، وليد، وقمر. نور القمر. حلوة. ولد نور القمر. ولادة نور القمر. ولادة نور القمر. اوكي. بدي نتيجة. وانا كمان. يلا. اليوم نور وليد معانا. انا اختراعي رح يحل مشكله كثير كبيره بالنسبه لمرضى باركنسون، مرضى الشلل الرعاشي. هو عباره عن اداه تشخيص رح يساعد على تشخيص المرض بالمراحل المتقدمه. مرض الباركنسون يبدا بشكل تلف في منطقه من المخ ويتدرج الى درجات يصعب عليها العلاج. الصعوبات اللي تواجهنا في مرض الباركنسون هو التشخيص المبكر، لأن أكثر المرضى عندما يصلون إلى العيادة يكونون وصلوا إلى مراحل قد تكون قريبة من المتقدمة. With any disease, and including diseases like Parkinson's, if you can pick up the disease at stage zero when there's no clinical signs, as opposed to stage two or three or four when it's advanced, that gives us an opportunity to treat it early and prevent it in its tracks. لما نيجي نعالج المرضى اللي بتكون عندهم نزيف في المخ، العمليه اللي بنعملها بتكون تمام 100%، لكن بعد العمليه بفتره قصيره ممكن المريض يتوفى فجاه. لقينا طريقه نقدر نحلها عن طريق العيون، بيقدر الطبيب يعرف انه في هلا مشكله وبيقدر ينقذ حياه المريض اللي ممكن يموت في اي لحظه. In 2013 my husband fell ill. He had a brain hemorrhage. It was totally unexpected because he had had no risk factors at all. After 3 weeks,
he had a second one and that really knocked him down. مرضى العناية العصبية المشددة من الصعب جدا انك تجري طبقي او رنين مغناطيسي عليهم بشكل متكرر. So the less invasive ways you can do that by looking at the eye or other signals and then maybe do an early intervention. So the better ways that we can detect and monitor in the least expensive and least invasive way is huge, has huge potential. يا كثير مبسوطة عن جد، عقد ما كنت متوترة فوق عقد ما هلا مبسوطة عن جد، إنه خبر كثير كثير حلو. ما بيردوا. بس اليوم نجحت، شو حقول لهم؟ كثير فرحان. ما بتوصف حاجة، ما بتوصف، أصغر واحد ووثقوا بي والحمد لله شرفتهم ولسه حشرفهم إن شاء الله. أحسس ما فيش زيه والله. إذا تأهل 5 مبتكرين لدخول المختبر، من بينهم فتاتان، ليرتفع رصيد الفتيات إلى 4 مقاعد. ربما سيكون الموسم 10 بداية التفوق العلمي للمرأة. المجلس العلمي قائم واللائحة تكتمل بعد الفاصل، خلكم معنا. حياكم الله وتحية لمتابعينا عبر موقع البرنامج ووسائل التواصل الاجتماعي. فرحة النجاح عند المتأهلين يقابلها خيبة أمل ونهاية حلم عند بعض المشتركين. أما في المجموعة الثالثة والأخيرة، مجموعة الطاقة والبيئة، فخط التوتر فيها عال جدا بانتظار قرار اللجنة. بقي مقعدان والمنافسة نارية بين الإناث والذكور، والنتيجة بعد مداولات اللجنة. والله انا بقول لك هودي الابليكان بهالمجموعه كثير حضاريين، وانا استغربت يعني الناس اللي اخذوا نو لقيتهم متقبلين بس حذروا وقالوا بنشوفك السنه الجايه. شوف السنه الجايه سو اخذنا بايومتريك بعدد كبير يا دكتور زهيري، واخذنا كمان نساء بالعلوم والتكنولوجيا. اكثر شيء متميز بسيزون 10 هو النساء بالعلوم والتكنولوجيا وبالبيوماتيك. صحيح. سو المجموعة الثانية هي البيئة والطاقة. يلا. وفي عنا بمجموعة البيئة والطاقة 5 متأهلين. تنشوف مين معقول يفوت لورشة نجوم العلوم. بيرلا يسبيك. بيرلا هي تبي تسوي 3D برينتر يطبع كونكريت مخلوط بالزجاج الملون. سو إذا بتشوف الملف اللي قدمته أنا شايف في معلومات قيمة جداً، وآخر شيء بتقول she's a team worker, fast learner, communicator, manager. يعني work under stress، يعني إنه ده مفيد جداً لأنه لو فاتت على الورشة أنت حتحط عليه هذا الستريس. أنا عادة ما بحط ستريس، الناس بتفكروا ستريس هو هذا عطف ودلال. لما بيكونوا بيشتغلوا بيبقى هدف من أهدافهم إن هم يعني المواجهتك بآخر ال صحيح. هذا prototyping بنواجه بروفيسور فؤاد، لازم يكونوا جاهزين، وهذا هو البوزيتيف ستريس مش النيجاتيف ستريس، انه ستريس لازم نخلص عشان عندنا ديدلاين، وهذا هو هيدي خطه العمل بدها تكون كثير واضحه، لانه اذا حطوا وقت زياده واهتمام بخطه العمل بيوفروا مشاكل كثيره بعدين. فعلا. سالم الكعبي قال انه نستخدم احنا اللبان العماني اللي استخدموه في البخور. اوكي. بحيث انه نعمل خلطه ورنيش طبيعيه. هو فنان، فكروا عرفت الفنان. انا صوت بالكشره، بس انا لحديت هلا سمني فهمان ليش تكشر له الدكتور خالد وعطى عبسي وما عجبته. يعني هلا من بعد ما شفت ملفه هلا حط خطه عمل واضحه، وهو الحين خلينا نشوف خطه العمل. ما بعرف كيف
استاك عم تعبس بوجهه لهذا الفنان الحساس. لا انا عبست، خلصت العبس الحين. خلاص. الحين موضوع ثاني. طيب ان شاء الله الملف يشجعك انك تبتسم له. يمكن ابتسامه. يمكن ابتسامه. اوكي يمكن. طارق مرشود هيعمل ديب فروستنج باي ضغط بريشر يعني كولد ووتر وبريشر. اوكي هلا طلع على الملف اللي قدمه وبتشوف الرسومات يلي محضره وخطة العمل، وقت بشوف هيك رسم في سنة 2018 بصراحة بنقز. يعني هيك رسم تكنولوجي صناعي علمي يكون منفذ باليد بطريقة بدائية برجعني لورا 100 سنة. مهم ما رح نوقف عليها، بس بتعطيني مؤشر لوين هو من ناحية استخدام التكنولوجيات، مع أنه هو مهندس ولازم يكون فهمان هالأمور. مزبوط. غسان عويدات جهاز لتنظيف الزجاج في خارج من المباني، هو بنفسه يمشي ويكون يعني في اشياء تثبته على الـ على الـ على الزجاج. هو ده متحدي بعد، بس ده متحدي، بس ده هو هدف البرنامج. صحيح. في تحدي، شخص جاد يعني مش ما جاي يلعب يعني. هذا الحديد هلا هو جربه على لوح ازاز بالمختبر. ايوه. سو ببيت نجوم العلوم بكيو اس تي بي هلا حيقدر ينظف واجهات الورك شوب تبعنا. اوكي وهكذا ننتهي من كل المشاركين من المجموعه اللي شاركت بعنوان البيئه والطاقه. مين بده يبلغ النتائج؟ خلاص انا والدكتور زهير نروح نبلغهم ونرجع. ومين بده يبلغ الايجابي ومين بده يبلغ السلبي؟ انا اسوي دكتور نو. انا بدي السلبي. عايز يكفي نو. هذه سهله. يكفي نو. هذه سهله. هو ثيابه بيض بس بده يسوي الوجوه. يسوي وجوههم. وانا اي وود لايك تو بي دكتور يو. طيب انا رح ارتاح هون. يلا تفضل. اوكي بالتوفيق. لو فينا ناخذهم كلهم ناخذهم كلهم، ولكن قوانين المنصه لا تسمح، فصعب واحد يقول لهم لا. اعتقد ان التصويت كان عادل، وصلنا الى 9 هم يمثلوا شيء احنا بنكون فخورين فيه. السلام عليكم. عليكم السلام. انتوا جماعة الطاقة والبيع، وين الطاقة؟ روني الطاقة. موجودة. يلا. تمام. ايه متحمسين؟ ان شاء الله. ايه اكيد. اوكي؟ اكيد. متوترين؟ كثير. بزاف. كثير؟ بزاف. اوكي في بعض واحد يقول لا، واحد يقول ايه. طيب. انتوا قطعتوا شوط كبير واحييكم. شوف تعال انت تبلغ ناس وانا ابلغ ناس ثانيه ان شاء الله. انا هعطيك هاي المجموعه وانا اخذ المجموعه دي. ايه رايك؟ اوكي. فاقول لكم اللي سواء استمريتوا ما استمريتوا اقول لكم احييكم على مجهودكم، انكم وصلتوا مرحله قطعتوا شوط كبير، هذا ما كان سهل. فمعاي بيرلا ومعاي احمد ومعاي طارق. للاسف انتوا الثلاثه لن تستمروا في البرنامج، واقول لكم حظا سعيدا في خارج اسوار نجوم العلوم، وان شاء الله يا تقدمون في المواسم القادمه او تنجحون في امور اخرى. شكرا لكم. بقيتوا انتم هيك اخر اليوم واخر الاسبوع تعبانين. اكيد اكيد. مش هيك؟ مرهق على الاخر. المهندس والفنان صح؟ صح. تتوقعوا واحد فيكم حيقعد والتاني حيمشي مظبوط؟ انتوا الاثنين قاعدين. مبروك. الحمد لله. ابتكاري من سلطنة عمان هو عبارة عن وارنش صديق للبيئة بيحل مشكلة الروائح البترولية اللي تكون في الأسباق وخالي من المواد الكيميائية. في عمري 13 سنة بلشت أول لوحة، كان خطوة أولى بحياتي التشكيلية اللي امتدت خلال 45 سنة تقريباً. اللوحة هي جزء من روحي، هي فرد من أفراد عائلتي، مثل ما أنا بحمي أفراد عائلتي بكل الوسائل الممكنة، اللوحة بحميها ما بعرضها للتلف، ما بعرضها للأوساخ، إن كان بوسائل البرنش وقت اللي كنت استعمل البرنش.
كفنانين نستعمل البرنش تنعزل اللوحة عن الأوساخ عن الأتربة، ولكن في بعض الفنانين ما حاولوا إنه يستعملوا لي أسباب كتيرة. أنا مع الوقت صرت أنزعج إذا أنا بدي استعمله، وحتى إذا فيي حط عازل على الإيدين لأنه أوان بيدبق وبيجمد على الصبيع. ضروري إنه الواحد يكون موجود بمطرح في هواء أكتر من مطرح ما في نوافذ. بتمنى إنه يكون في برنش مواده طبيعية غير مؤثرة بالجسم، غير مؤثرة بالبيئة اللي حواليها، يمكن هذا بديل. يلا مبروك. إذا عندك بناية معمولة من إزاز كلها، السولوشن تبعيتي هي الروبوت. هي هدفه للروبوت إنه ينظف البناية أحسن مما الإنسان بيقدر ينظفها. بالنسبة لي كمهندس مدني مختص في تصميم المباني، لأن مشاكل المواجهة بعد تسليم المباني هو وجود هذه التورات أو أذرع التنظيف الموجودة على الواجهات اللي تشوه فعلاً جمالية المباني. الجهاز أو الكريم مثبت في أعلى المبنى وتنزل نفس الباسكت أو السلة اللي يكون فيها عمال يقومون بعملية التنظيف، طبعاً باستخدام المياه وباستخدام الطريقة اليدوية. في أي دولة في العالم وفي أي مجال ممكن يبقى فيه ريسك على حياة الوركرز، ده بيعتمد على التكنولوجي والسيفتي ميجرز اللي بتتحط على الوركرز. فمن الأفضل طبعاً إن احنا نوصل لحلول من غير ما نحط ريسك على لايفز. الروبوت فعلاً بيوفر في الوقت وبيوفر عامل أمان، فبالتالي بيبقى الروبوت مفيد أكتر من إن احنا نخلي حد تاني هو اللي يقوم بالوظيفة بتاعته. كتير كتير مبسوطة للزملاء البنات، يعني ها قربنا نكتسح. يعني أثبتت النتائج إن أنا كان رأيي صح، إنه في العنصر النسائي غالب، وأنا بعتبر إن ده إنجاز بحد ذاته. مؤسسة قطر برهنت لأكثر من 20 سنة إن هي المؤسسة العلمية التربوية الاجتماعية للدول العربية. هذا الانفتاح على وطن عربي كامل منحب نشجعه، ونحن فخورين إنه جزء منه. أنا بؤكد إنه بالموسم العاشر هيكون المشتركين فخر للدول العربية وبرنامج نجوم العلوم. نجوم العلوم الموسم العاشر، انتفاضة علمية للشباب العربي. المجلس العلمي قال كلمته، 9 من بينهم 4 فتيات وهو رقم قياسي في نجوم العلوم يستعدون لخوض مغامرة علمية صعبة في مختبرات نجوم العلوم. مختبر الموسم العاشر سيفتح أبوابه الأسبوع المقبل للنجوم الجدد، فيه راح يواجهون تحديات علمية تتطلب مجهود جبار. أما أنتم مشاهدينا الكرام فتابعونا عبر موقع البرنامج وصفحات التواصل الاجتماعي. أما الآن أستودعكم الله، مثل ما على الحب التقينا على الود دائما نلتقي. في أمان الله.